كل اولادنا بيحبوا البرجر، واحنا كامهات بنحب نعمل لهم كل حاجه في البيت. تعالوا نشوف هنعمله ازاي بطريقه سهله قوي وبسيطه. تقول هنحط اللحمه المفرومه، معلقه صغيره ملح، فلفل اسود، رشه قرفه، بهارات برجر، هنحط عليهم بياض بيضه، واخر حاجه معلقه بقسماط، ونقلب كل ده مع بعض. هنحط كيس ثلاجه ونبدا نشكل البرجر بالشكل ده. بعد ما شكلنا البرجر بتاعنا هنفصل ما بين كل واحده والتانيه بكيس ثلاجه، نحطه في الفريزر لمده نص ساعه، وبعدين نطلع نسويه مع بعض على جريل. هنحط شويه زيت ونحط عليه العيش بالشكل ده. دلوقتي هنقلب البرجر ونحط عليه الجبنه، هنحط مايونيز وكاتشب ونقلبهم مع بعض. هندهن العيش بالمايونيز والكاتشب، وبعدين هنحط خس، بعد كده خيار مخلل، بعد كده البرجر، حط عليهم شريحة طماطم، عليهم حلقات بصل. وكده ضمننا ان احنا ما نشتريش برجر من بره تاني. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفة.com.